كباقي السنوات كيكون واحد التحضير قبلي لهاد الجامعة الصيفية، وكيكون هاد التحضير مع جامعة عبد الملك السعدي. كنختاروا مجموعة من المواضيع اللي كتهم شبابنا، مادام أن أكثر من 100 شاب وشابة اللي غيستافدوا من هاد الجامعة هم غيبة العالم، كلهم ازدادوا في بلدان الاستقبال أي في دول المهجر، غيجيو من كافة القارات وكيتكلموا مجموعة من اللغات، لكن أقوى اللغات هو انتمائهم للوطن، انتمائهم لبلدهم الحبيب الأصلي اللي هو المغرب. بطبيعة الحال كما تبعتوا معنا دائما، هذه الجامعات الشبابية كتدخل في إطار التنزيل العملي والميداني لاستراتيجية الوزارة اللي تترتكز على مجموعة من الآليات والمرتكزات. أول المرتكزات والتوجهات الملكية، مغربة العالم كيحضروا بواحد أولوية الاختيارات الكبرى للمغرب، تيحضروا بواحد الأولوية ملكية، هما جزء أساسي في المشروع التنموي اللي كيقودوا جلالة الملك حفظه الله باش المغرب يحتل المكانة الأساسية ضمن الدول الكبار على مستوى الاقتصادي، على مستوى المؤسساتي، وعلى مستوى الاجتماعي. الركيزة الثانية هو أنه هذه الجامعة كتدخل في إطار تقوية الارتباط ما بين الشباب الجيل الثاني الثالث الرابع وما بين الوطن الأم، وتقوية الارتباط ما كتمش فقط عن طريق قضاء أيام كعطلة الصيف أو علاقات ديال زيارات العائلة. تقوية الارتباط كيتم كذلك عن طريق هذه الآلية ديال تعبئة الشباب، واللي هي آلية ثقافية بامتياز. ومني كنقول ثقافية بشكل عام، بمعنى كاين ورشات اللي غيكون فيها التفاعل الثقافي ما بين أساتذة المغاربة اللي كيمارسوا مهنة كأساتذة في الجامعة، ما بين خبراء في مجالات متعددة، وما بين شباب اللي تكونوا في دول المهجر. إذا تفاعل إيجابي اللي غادي يعطي واحد المرجعية استثنائية، وغادي يغني الضفتين، الضفة ديال دول المهجر اللي عايشين فيها شبابنا، والضفة المغربية لا سيما الجامعة المغربية. إذا تقوية الارتباط بالآليات الأساسية ديالو هو تنظيم هذه الجامعات الشبابية. كما تبعتوا معنا كانت عندنا جامعة واحدة، وهنا كنشكروا جامعة عبد الملك السعدي اللي بقات عندنا. الآن الحمد لله جامعات أخرى نظمت معنا وقعت معنا شراكات، كما تبعتوا معنا عندنا الآن جامعة ربيعية بني ملال، عندنا جامعة خريفية، ثم جامعة شتوية، ثم جامعة صيفية. انتقلنا من عدد 120 إلى 520 شاب وشابة اللي كيستافدوا. بغيت نفتح القوسين، راه اللي جا شي عام ما كيعاودش مرة ثانية، لأن عندنا آلاف ومئات ديال الطلبات. هدفنا وهذا الشيء غنصفوا مع وزارة التعليم والتعليم العالي على أساس أننا نحاول نعمو باش تشمل كل الجامعات المغربية. اليوم إلى شنا الإحصائيات، عندنا 2500 شاب وشابة اللي استفدوا من الجامعات السابقة، كانت صيفية أو غير صيفية، وهذا رقم مهم. حنا كنشتغلوا مع المكتب شيف الفوسفات باش نضموا واحد لقاء لهاد الشابات والشباب اللي استفدوا من جامعات سابقة، واللي غيتحولوا إلى خزان ديال مجموعة من الأطر من أصول مغربية، واللي غتكون أكيد مفيدة للبلادهم ولا تكون جسر مع دول الاستقبال.